يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأربعاء طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حارة طبع على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية: القاهرة العظمى 39 درجة وصغرى 28، الإسكندرية 36-25، مطروح 34-25، بورسعيد 34-27، والإسماعيلية 40-26. أما عن السويس فدرجة الحرارة العظمى 39 درجة وصغرى 26، العريش 36-26، طابة 37-27، شرم الشيخ 39-29، والغردقة 40 وأيضا الصغرى 40. أما بالنسبة للأقصر فدرجة الحرارة العظمى 42 درجة والصغرى 29، أسوان 43-29، الوادي الجديد 42-26، شلاتين 41-28، وأخيرا حلايب العظمى 36 درجة والصغرى 30. والآن نستعرض مع حضرتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.